صحات وايضا التزام الناس وزياده وعيها في الاجراءات الاحترازيه، وانها بتواجه فيروس خطير، وان الناس كلها لازم تلتزم في التباعد وارتداء الكمامات وكل ذلك. الاجراءات الاحترازيه لا غنى عنها حتى في ظل وجود او حتى في ظل التوسع في توزيع اللقاحات. ما فكرناش ندي الناس كده زي في أمريكا بيدوهم جوائز ويدوهم هدايا يروحوا يشتروا حاجات وكده عشان ياخدوا جرعات لقاح؟ ما فكرناش نشجع الناس شوية؟ والله يعني دي كل دي افكار خلاقه، يعني لامريكا بيعملوا سحوبات على وياخد جايزه بارقام، فكلها افكار ابداعيه الهدف منها تشجيع الناس. لكن الحمد لله احنا وصلنا لمرحله الفتره اللي فاتت الناس متشجعه بالفعل وبتقبل على التسجيل وبتقبل على، يعني اصبح هناك قدر كبير من الثقه من جانب الناس في نجاعه اللقاحات، وان الحصول على اللقاح ده امر كويس، ويعني مش محتاجين الفتره القادمه مزيد من التشجيع، لان فعلا الناس متشجعه، وفئات مختلفه، فئات عمريه مختلفه، كبار السن ومتوسطي الاعمار، فالحمد لله. بالمقارنه بالفترات في بدايه توزيع اللقاحات ما كانش فيه اقبال وكان فيه تخوف، لكن الناس الان تدرك ان اللقاحات مامونه، وتدرك ايضا ان اللقاحات مهمه وتسهم في حمايه الشخص من الاصابه بالفيروس. هل المستشفيات الجامعيه بالفعل ما بقاش فيها مصابين كورونا ولا اعداد قليله محدوده؟ لا تزال طبعا في مصابين كورونا في المستشفيات الجامعيه، لكن مثلها مثل مستشفيات العزل التابعه لوزاره الصحه تم تقليل الاعداد، يعني بداوا باعداد مستشفيات كانت يعني اعداد كبيره، مش قدامي دلوقتي البيان الخاص بارقام المستشفيات الجامعيه اللي كانت بتعمل في السابق، لكن مع مرور الوقت ومع قله الاعداد اصبح او قاموا ايضا بتقليل اعداد مستشفيات العزل، وبدات هذه المستشفيات تقدم خدمات طبيه اخرى، لان طبعا ميزه كبرى من مميزات تقليل اعداد مستشفيات العزل ان انت بتتيح لك انك تتفرغ لعلاج باقي الامراض. باقي الامراض اللي هي فعلا في ظل ذروه ازمه كورونا اصحاب هذه الامراض ظلموا او يعني ما خدوش حقهم الكافي في العلاج، نتيجه اما ان هم متخوفين ان هم يروحوا للمستشفى علشان خايفين من الاصابه بالفيروس، هم مش مصابين بالفيروس، هم عندهم امراض اخرى مزمنه لكنهم عازفين عن الذهاب للمستشفيات، او ان هذه المستشفيات اصبحت تعمل في اغراض اخرى اللي هي اغراض العزل. لكن الحمد لله لما اعداد المصابين قلت فمكنتنا ان احنا نقلل بالتبعيه اعداد المستشفيات المخصصه للعزل، وبالتالي التوسع في تقديم باقي يعني الخدمات الطبيه. الحمد لله ايضا وصلنا لمخزون من الاكسجين الطبي يصل الى 2.3 مليون لتر حاليا. هذا هو احتياطي استراتيجي بصرف النظر عما يتم توريده للمستشفيات كل يوم. هذا المخزون لم يمس على مدار فتره كبيره جدا، ولم نضطر او لم نحتاج الى ان نسحب من المخزون الاستراتيجي من الاكسجين.